السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ قاشية، عاملة ناصبة، تسلى نار حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ نائمة لسيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.